ما حكم جعل الأناشيد الإسلامية والتمثيل الإسلامي من وسائل الدعوة؟ تسميتها بالإسلامية غلط، ما هي الإسلامية، أغاني، نوع من الأغاني نسميها أغاني ما نسميها إسلامية. والتمثيل هذا ما هو من وسائل الدعوة، هذا من السخرية ومن العبث ومن التقليد للكفار، ليس هذا من عمل المسلمين، لا الأناشيد ولا التمثيليات. والدعوة غنية عن هذه الأمور،